تعالى يا جماعه بقى نشوف النهارده ايه التشالنجز الموجوده. زي ما اتفقنا كل يوم تخش تعمل على الاقل الثلاثه الديلي، وكل اسبوع تعمل الويكلي، وتشوف لو في اي حاجه ثانيه عشان تعلى بسرعه في الليفلز وتاخد ال 1500 في باكس كلهم. عشان تاخدهم كلهم طبعا لازم يكون عندك الباتل باس. عشان كده اتفقنا اول مره بس هتشتريها، وبعدين بقيت كل مره هتجددها ببلاش. ان تجددها عايز 950 في باكس، وانت كل سيزون بتاخد لك 1500 بس، انت هتجدد 950 وهيبقى لك من 550. تعال بقى نشوف التشالنجز الديلي النهارده. عندنا كريتر مود، دي لازم من بره نطلع منها خلاص نسيبنا منها. عندنا بقى ترافل ان تاكسي، عندنا 500 ماشي نعلم عليها ان هي موجوده معانا، ولاند في المنطقه دي. طيب تعال بقى ننزل في المنطقه دي كده، هو طالب مننا ان احنا نلاند فيها مش اكتر من كده، يعني نلاند فيها هناخد الايه النقطه على طول. سلمنا على درايفر، اهم حاجه ما تنسوش طبعا ده مهم جدا. ويلا بينا نروح على الرياليتي تري، عايزنا هو اللاند عندها. انا بقى نشوف ات ماشي، مش هبقى دي حواليها ولا تعالى ننزل جواها وخلاص. تعالى نفتح دي عشان نضمن ان احنا نروح نوصل بالسلامه. يا رب ما نلاقيش بس حد ايه مستنينا كالعاده يعني. طيب هنعمل ديت، وبعدين عايزين ندور على تاكسي بقى يا جماعه، عايزين نقلب الدنيا على تاكسي. التاكسي هيفرق معانا جدا في حياتنا يا جماعه ان شاء الله. هناخد التاكسي وهنمشي بيه لمده او لا لمسافه 500 متر، ماشي مسافه حلوه دي. بس نلاقي تاكسي بقى كده المفروض يتحسب، اتحسبت اهي كده. احنا عملنا واحده من الثلاثه، هنأمن نفسنا نشرب لنا الشلدايه الحلوه دي، وبعدين نزود بقى من المشرومز دول. المشرومز دول جمال قوي يا جماعه، مجرد ما انت بتعدي كده وتطلع فيه شايف بيملاني، هيفضل يزود فيا يزود فيا يزود فيا. تعال نشوف تاني لو في تاني. طب الاول اربع بس حاليا، يعني هو اتخض يعني هو شاف حد قدامه. معلش معلش انا معلش انا اسف، انا عارف ان انا قاسي، بس انتوا برضو لو ما بتشوفوني يعني ما يعني مش بتطبطبوا عليا برضو، ما هو انتوا برضو بتبهدلوني وما بتمسكونيش. ده في حد شغال على فين ده بقى؟ تعال تعال راح فين بقى؟ اتفقنا انا بعتبر نفسي من احسن الناس اللي بتضرب لا كتير ما بيلعبوش بالمسدس، ف ومعرفش ليه بصراحه، مع ان انا بحب المسدس جدا. طيب خلينا ناخد دي اهي، دي هتزودنا كمان حبه. انا كده في هنا سلاح ازرق انا لمحته، ولا ده ال خلينا ناخد ده معانا، ممكن نعمل لوشه شويه اهو. طبعا ده يا جماعه فلير دوت بيبقى بيكشف لك، او الصوت ده اللي بيعمل برين ده كده بيكشف لك الناس مكانهم فين. فلو في حد واقف بتلاقي كده ايه علامه حمراء كده او زي ده كده، شايفين ده كده يا واحد يا انيمال، شايفين ده كده يبقى انيمال، ده كده يبقى واحد. فتعالوا كده نشوف مع بعضينا ايه الموضوع ده. طيب احنا عايزين تاكسي بقى، فاحنا عايزين نمشي من هنا اصلا. لذيذ الموضوع ده، نزل علينا حاجة كده برضه. تعالي 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 نزرع، ناخد دول عشان يحصل اللي احنا عايزينه. ويزيد تفتح هنا في الماب بتلاقي عندك شايفين مكتوب ايه البيانات اللي تحت دي كلها، في تحت كده مكتوب فروت ايبك، فبعد شوية يطلع لي فروت ايبك. تعالى ناخد دول نزود لنا شوية شيلد كده وزاز بس كده، هيبقى كده بقينا 100 100. انا كان عندي في المايلستونز ان انا امشي بدول كتير. تعالى بس انا عايز لان قالك تبقى راكب انيمال، ايوه، وايه تفضل ماشي كده بيه فتره طويله شويه. كان ناقص لي يمكن اقل من 200، اقل من 200 واخد تشالنج يعني شويه كده. دي جت اهي جت، شفتوا؟ سلام يا سلام على الثقة اللي الواحد فيها الحمد لله.
هننزل كده نحمي الثعلب المقر. المشكلة بقى ان انا ايه، الاسلحة اللي معايا رايحة في داهية ومعيش امونس. تعالى كده نمشي شوية وربنا يسهل. عايزين تاكسي يا جماعة؟ مفيش طبعا، دمرت الثعلب بقى المقر، خليته يبقى عنده عتهة. يلا ماشي، بس عايز اصطاد اصلي، بس مش كده، انا مش لاقين حاجة عليها القيمة. المهم ان في واحد هنا، شايفين العلامة الصفراء دي؟ معناها ان في واحد هنا اللي هو الباونتي ده، انا المفروض اني موته. في ضرب شغال ايه؟ السلام عليكم، يا سلام عليكم. اما حاجه تروح ايه، طلقه تبقى عبامة توصل. ادي واحد اهو، يا سلام والله مدرسه. لا وايه، الطلق خلص يعني لما خلصت عليه الطلق خلص. ده في واحد هنا. اوه شيز، استنى بقى، ممكن نعمل حركه غريبه كده. أربع طلقات. المهم إن الولد استخبى هناك، أنا عارف اللي فيه. بص بقى هو إيه، أنا عايز أروح بس. تعالى سلام. لا والتعب المكار برضو شغله، فدي حاجة لطيفة بصراحة، وقع منه حاجة عليها القيمة بصراحة. طيب المهم بقى، شوية أسلحة لذيذة، شوف كده لو في مصلحة ممكن. لا والله والله كويس ماشي، على الأقل أمز، لأن يعني إحنا رايحين في داهية، خلي بالكم كده، على الأقل الواحد بقى عليه القيمة شوية. ماشي، المهم إن الثعلب المكار عنده حق. الله، لا استنى استنى، ده حاجة لذيذة أوي اللي فوق دي، لأن فيها الفوتينج والتبرع، ودي حاجة مميزة جدا عشان طب ليه 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 يا أستاذ؟ هو فين؟ راح فين؟ لا لا يا يعني أنا ما أموتش منه، أموت من الستور. ماشي ماشي، مش مشكلة كده، ناقصنا إيه في الديلي أصلا؟ ناقصنا التاكسي يا جماعة، وناقصنا واحدة كمان، فتعالوا بقى نلعب دور كمان عشان نشوف الموضوع ده إن شاء الله. فدي حاجة كويسة يا جماعة، عايزين نحاول بقدر الإمكان إننا نخلص. يعني أنت بس عشان ما تلعبش حتى كتير، تخش تلعب كتير، هتخش بس تعمل التشالنجز بتاعت اليوم دي، تاخد منها الحاجة اللي أنت المفروض تاخدها، الإكس فيز والحاجات دي، وخلاص شكرا، أنت مش عايز حاجة تانية، خلاص كده الحمد لله، أنت كده عملت اللي عليك يعني زي ما بيقولوا. يلا بينا بقى، جاهزين يا جماعة ولا ايه؟ طبعا بقى يا جماعة، لو حد عنده بقى سؤال، عنده حاجة عايز يفهمها يقول لنا، عنده تشالنج مش عارف يعملها يكتبها لي، وانا ممكن اروح اعمل لك فيديو عليها مثلا.
لو عرفت يعني ان الاقيها لك او حتى ممكن اعرفك بتعمل ازاي. وانا بلعب معاك كده اروح قايل لك ده يتعمل بالطريقه كذا مثلا، بس كده الموضوع ان شاء الله سهل يعني. المهم بس ان انتوا تركزوا في التالنجز، لان هي دي اللي هتخليك تقعد تعلى بشكل لطيف يعني. بص ان شاء الله ربنا ممكن ننهي الدور ده على 89 ونكون خلصنا. عايزين تاكسي وعايزين هايد ان دامستر. حلو، الدامستر دوت هيكون موجود هنا وغالبا هنلاقي تاكسي في الحته دي. الدامستر دي اللي هي مقلب الزباله، عارفين زباله كده كبيره المفروض تتخبى فيها، او ما هخش فيها اروح هيروح مديني ال 1000 وهيديني فوق 15000. وبعدين ان شاء الله ناخد تاكسي، بيبقى في تاكسي برضه في المنطقه دي. سلمنا اهو، شوف لما سلمنا عدينا اهو، ان شاء الله ربنا نجيب 89000. بس يا ريت بس نعمل الاثنين دول دلوقتي عشان يبقى خلصنا. انا زي ما انتم شايفين مخلص الويكلي المايلستونز دول بقى كده كده خلاص بقى انت ماشي، هم بيزيدوا معاك واحده واحده ما تركزش معاهم قوي يعني. دول بس اللي باقيين لي بقى، عايز اعمل فوتنج وعايز الحق قبل ما الايفنت يخلص بكره. الدمستر دمستر دمستر، تعالوا نبص مع بعضينا كده يا جماعه. اول ما حد يلاقي هي فوق بتاع في الجناب كده اهي، بس الدمستر بقى عايزينها المفتوحة ولا المقفولة؟ يعني واحدة هنا اهي مفتوحة ومقفولة اهي. يلا بينا تعال نخش على المفتوح الأول لأن غالبا هي دي. يا سلام يا سلام عليا يا سلام. عايزين تكسب يا جماعة. في خطورة يا جماعة، أنا مش عارف ازاي داخل بكل ثقة هنا كده وأنا معيش أي حاجة، شكلي هموت. بالراحة بقى، هو ده فين؟ ياه. طب بصوا يا جماعه كان ناقص له 10، والله كتر خيري ان انا عملت كل ده، كان ناقص له 10 على فكره. لو كان مات انا كان ممكن ابص انبساط رهيب، لان انا عملت منافسه عظيمه ان انا قدرت ان انا ادمره وانا معيش سلاح. يلا مش مشكله ماشي، تزهقوش بس انتوا يا جماعه خليكم معانا كده وادعوا لنا ان شاء الله كله يبقى زي الفل. خلينا بقى نبدا دور كمان كده نخلص بس الموضوع ده. هو احنا ناقصنا واحده خلاص، احنا ناقصنا واحده بس. التاكسي دي ممكن يجيبوا لنا واحده جديده. جين شيلد ماشي، جين شيلد 200 شيلد ماشي، اي واحده منهم بقى تكمل نخلص على طول ان شاء الله. ممتاز جدا. ايه تاني يا جماعة بقى؟ ايه تاني ممكن تكونوا عايزين تعرفوه؟ انا عملت لكم كده زي بلاي ليست كده، واحدة عملتها للفيفا، واحدة عملتها تبقى مشكلة شوية كده، اديك شوية كده تيبس اند هينس، شوية حركات كده كل لعبة فعملتها مشكلة عشان برضو بقى انتوا عارفين يعني ان شاء الله. خلينا نشوف. ايه تاني؟ في لعبة معينة عايزين تعرفوها يا جماعة؟ أو عايزين تشوفوها أو عايزين أي حاجة؟ عرفوني كده. نسلم على الدرايف. بعدين بقى تعالوا ننزل في حتة إن شاء الله يكون فيها تاكسي. التاكسي دوت غالبا بيبقى هنا في تاكسي. المفروض يعني. هو بيبقى عايزين حتة سكنية. والحتة دي سكنية، وساعات بيبقى عند البنزينات. فتعالوا ننزل نبص مع بعضنا كده إن شاء الله نلاقي تاكسي. ودول بقى احنا عايزين كل ما نعدي الستورمز، احنا 18 ستورم كتير برضو ده، بس لو ما نخلصهم خلاص هنبقى يعني خلصنا دي ونخلص دي، هناخد 28000 وهناخد كمان الحاجه العظيمه اللي عايزين نبدا تاكس اهو. يا سلام، شفتوا يا جماعه؟ شفتوا يا جماعه الرزق لما قلت لكم في تاكسي هنا وحسيت ان في تاكسي والتاكسي مستنيه تحت اهو. لا وكمان خدوا بالكم من حاجه، طب اعمل ايه بقى؟ ايذر اور، في هنا صندوق ازرق يعني صندوق سبيشال. الحق انا ان شاء الله قبل اي حد. يلا 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 ايوه ناخد ده ونرجع التاكسي، ناخد كل اللي فيه ايا كان هو ايه.
بس وبعدين نبقى نشوف بعدين بقى ايه اللي هيحصل، بس نجري التاكسي بس اهم حاجه عشان نعمل التشالنج العظيمه دي. يلا هو العداد بيعد اهو. طيب كتر خيرك والله يا عداد، تعالوا وصلنا ال 100. 500 سهله ان شاء الله، صعبه. يلا ادي 200 اهو، نقفل ده. الله حلو، 300 اهو. يلا 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 يلا، ممتاز خلاص. شكرا يا تاكس. تعال بقى ايه نشوف كده ايه اللي يحصل هنا. وكسرنا ال 88 بقينا 89 يا جماعه، متشكر جدا 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 جدا. ان شاء الله نكمل بقى عشان نوصل لل 90، ناخد اخر حبه في بوكس، وبعدين ان شاء الله رب العالمين ايه نكمل لحد ال 100. لما بكمل بقى ال 100 خلاص انت كده عملت اللي عليك، بقى تلعب بقى كده فور فان بقى. تعالى 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 تعالى، ماشي. طب انا عامل تشارج، انا بقول لكم انا الساعه ده ما بحبوش، بس ماشي مفيش غيره بقى نعمل ايه. جريت انا قعدت اقول لكم صندوق عظيم وسبيشال طلع فيه حاجه اي كلام. المشكلة بقى ان انت ممكن تكنسل، صح؟ انا عملتها. يا سلام، تعال 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 تعال. شفته انا ده لابس احمر جوه، دخل هنا. تعال يا حبيبي، لا تخافش تخافش. يا نهار ابيض، لان هي دي مشكله السلاح بقى اللي انا كنت فيه ده. يلا مش مشكله. طيب يا جماعه يلا انجوي، خلينا نشوف بقى ان شاء الله رب العالمين كده المره الجايه ايه الشالنجز هتكون موجوده. ولو حد عنده اي سؤال على طول يقول لي، ولو حد عنده كده لعبه وانا استفسار فيها ولا حاجه ممكن نشوف لو ايه نلعبها ونشوف الدنيا اخبارها ايه ان شاء الله. انا ناوي فيفا اشرح لكم شويه كده الالتيميت تيمز، اشرح لكم حاجات ليها علاقه مثلا باللعبه نفسها، وبعدين برضو بقى في لعبه تانية بقى ناوي احطها في الايه في البلاي ليست اللي اسمها اسرار البلاي ستيشن او العاب البلاي ستيشن او الالعاب العاب الفيديو، هتلاقوها عندكم موجوده. ماشي.